هذا وقد دعت الحكومة الإسرائيلية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين رغم تحفظ إسرائيل على القرارات التي اتخذتها حركة فتح في مؤتمرها المنعقد في بيت لحم. ما سمعناه من مؤتمر فتح يثير القلق وليس مبشرا، حيث أن الحل الوحيد للشرق الأوسط هو الجلوس والتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة. وفي هذا الصدد أدعو أبو مازن إلى التفكير في كيفية الدخول في محادثات جادة.